جدا مع السيد مروان هشام عضو مجلس اداره النادي الاهلي. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي لكره اليد. النهارده عنده نصف نهائي، ان شاء الله يكونوا رجاله ويرجعوا باذن الله بالبطوله كما عودونا ملوك الصالات. خلينا ناخد مع حضراتكم سريعا تشكيله المتوقع للقاء اليوم ما بين النادي الاهلي وما بين الوداد المغربي. هنبتدي بالنادي الاهلي اللي صاحب الارض والجمهور النهارده. في حراس المرمى شريف اكرامي، امامه سعد سمير، محمد نجيب زي لقاء النجم الساحلي، على معلول في الجانب الايسر، واحمد فتحي في الجانب الايمن. يعود مره ثانيه، على فكره وجود علي معلول واحمد فتحي هم اللي هيضربوا ديفنسات فريق الوداد المغربي. عمرو السوليه ورامي ربيعه، خليني اقول لحضراتكم ان رامي ربيعه هينزل الى حد ما والاهلي معاه الكوره، وعمرو السوليه هيزيد مع عبد الله السعيد لوسط الملعب، لان عبد الله عمرو السوليه من اللعيبه اللي بتجري كتير جدا وبتجيد التسليم والتسلم، وايضا عنده عمل التسديد. في نفس الموضوع الى حد ما هيتبدل ما بينه وما بين رامي ربيعه زي ما شفنا هدف رامي ربيعه امام النجم الساحلي. مؤمن زكريا واجايه امام عبد الله السعيد، طبعا عبد الله السعيد اللاعب رقم 10 ممول اداء النادي الاهلي، اللعيب اللي تستنى منه الثرو اللي هيوصلك، وايضا بيجيد التسديد وكان متالق في التسديد في التمرينات على فكره في الفتره الماضيه. مؤمن زكريا واجايه تحدثنا عن مؤمن كثيرا، ولكن مؤمن واجايه هيضموا الى الجانب في بعض الاوقات عشان يفتحوا دفاعات الوداد المغربي. اجايه هيبقى مايل الى حد ما في الجانب الايسر، مؤمن هيبقى مايل الى حد ما الى الجانب الايمن، ولكن كابتن حسام بدري بيعمل دايما ما بينهم وما بين بعض السويتش اللي خلفله الدفاعات. وليد ازارو راس حربه صريح وهيجري على الحته اللي هيضم فيها اجايه ويسحب معاه ديفنسات الوداد، هتلاقي ازارو بيتحرك في المساحات اللي ما بين دفاعات فريق الوداد المغربي. وطبعا كابتن حسام بدري مركز على هذا التشكيل والتشكيل الاقرب لبدايه اللقاء الوداد المغربي في لقاء اليوم. خلينا نروح للتشكيل الاخر، فريق الوداد المغربي والكابتن حسين عموتة اللي هيواجهنا بطريقه اشبه بالطريقه الايطاليه الى حد ما في الكومباكت ديفنس والاعتماد على المرتدات السريعه. كومباكت ديفنس يعني دفاع متحفظ في وسط الملعب والارتداد الى الهجمات المرتده السريعه، وكلمه الكويك كاونتر، ودي طريقه رينيري والى حد ما مورينيو بيلعب بيها بشكل كبير جدا في طريقه مواجهاته. وحسين عموتة راجل من المدربين الاكفاء في الكره المغربيه، وايضا كان له تاريخ كويس مع السد القطري. ادي تشكيل فريق الوداد المغربي، زهير العروبي في حراسه المرمى، يوسف رابح ومحمد وطارة، جاردين في الجانب الايسر وعبد اللطيف نصير على الجانب الايمن، ابراهيم النقاش وصلاح السعيدي ووليد الكارتي. في الحاله الدفاعيه هنا دي في الحاله الهجوميه، في الحاله الدفاعيه هتلاقي صلاح سعيدي الى حد ما بيضم مع النقاش، والكارتي الى حد ما هيضم عشان ما يفتحوش وسط الملعب لفريق النادي الاهلي، اللي موجود عبد الله السعيد والسوليه ورامي ربيعه ثلاثه بيجدوا التمرير هيقدروا ان هم يكسروا هذا وسط الملعب بتاع فريق الوداد المغربي. اشرف بن شرقي ومحمد اناجم تحدثنا عليهم كثيرا، ودوا في كراس حربه، ومن المتوقع انك تلاقي اشرف بن شرقي وهو هداف الفريق في بطوله دوري ابطال افريقيا ممكن يكون هو على قياده الهجوم رأس حربة ويبتدي الدعم من اللاعب محمد أناجم، وممكن تلاقي وليد الكارتي بيلعب على الجانب الأيمن، وده أبرز ما يكون في جعبة المدير الفني لفريق الوداد المغربي حسين عموتة اللي بيعمل حساب كبير جدا لفريق النادي الأهلي. ولكن في تصريحات وقال أنا جاي بلعب على الفوز، احنا اتعودنا على هذه التصريحات، ولكن إن شاء الله يكون الفوز من حليف فريقنا فريق النادي الأهلي كابتن حسام البدري اللي لازم نشكره مرة تانية، وروحه الجميلة ووجوده وإدارته لهذا اللقاء على الرغم من ما حدث لابنته، ربنا يشفي لابنته إن شاء الله. أكمل كلامي مع حضراتكم ولكن بعد هذا الفاصل، ما تروحوش بعيد، نادي الأهلي حديد.